السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناتكم السعودية. الأمن العام يحذر من الإعلانات المضللة لأداء الحج. أكثر من 1,000,000 طالب وطالبة يؤدون اختبارات النافس اليوم. انطلاق مؤتمر الصيدلة الدولي 24 في الرياض. أهلا بكم. نبهت وزارة الحج والعمرة الراغبين في الحج إلى تجنب الرسائل المجهولة والإعلانات الوهمية التي تنتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي غير المسؤولة والتي تدعي أنها مرخصة للتسجيل من أجل أداء الحج. هذا ودعت الوزارة إلى استكمال التطعيمات المخصصة لحجاج الداخل للحفاظ على صحة ضيوف الرحمن، وطالبت الوزارة بتوثيقها من خلال تطبيق صحتي التابع لوزارة الصحة قبل الوصول إلى مكة المكرمة. من جانبه حذر الأمن العام من الاستجابة للإعلانات الوهمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، شدد على التأكد من أن الإعلانات التجارية الوهمية التي تدعي توفير خدمة أداء فريضة الحج عن الآخرين وهمية، وتأمين كذلك الأضاحي لضيوف الرحمن وتوزيعها وبيع أساور خاصة بالحج وتأمين وسائل نقل وغيرها من الإعلانات المضللة التي هدفها النصب والاحتيال عبر أشخاص ومؤسسات وهمية. أكد الأمن العام أنه سيتم تطبيق العقوبات المقررة نظاما بحق من يتم ضبطهم. كما أوضح الأمن العام أن مشروع المملكة للإفادة من الهدي والأضاحي هو الجهة الرسمية المختصة ببيع وتسويق سندات الهدي والأضاحي والفدية والصدقة نيابة عن حجاج بيت الله الحرام. كذلك أهاب الأمن العام بالمواطنين والمقيمين الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج والإبلاغ عمن يخالف ذلك عبر القنوات الرسمية. استقبلت رئاسة الشؤون الدينية في المسجد الحرام طلائع حجاج بيت الله الحرام بحزمة من البرامج الإثرائية الدينية والهدايا والمصاحف، بالإضافة إلى الكتيبات التوجيهية والإرشادية بلغاتهم. وكان شعار هذه الحملة محورية خدمة الضيف. أكدت الرئاسة أنها عززت منظومة خدماتها الدينية بمبادرات مثرية تستهدف توفير كافة الخدمات لضيوف الرحمن وتكريس قيم التسامح والاعتدال. يبدأ اليوم المنتخب السعودي للعلوم والهندسة أولى برامجه التدريبية تحضيرا للمشاركة في المعرض الدولي للعلوم والهندسة آيسف 24 في لوس أنجلوس الأمريكية. يمثل المملكة 35 طالبا وطالبة من المرحلة ما قبل الجامعية يتنافسون مع 1,700 طالب وطالبة من 70 دولة حول العالم. ابتكارات بعقول سعودية في مجالات علمية تنافس طلبة العالم في المعرض الدولي للعلوم والهندسة آيسف 2024 في مدينة لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية. سواء فزنا أو ما فزنا، احنا بذلنا جهدنا ورايحين بأقوى ما عندنا. شعور الصراحة فخر أن نقدم ولو الشيء البسيط اللي تقدمه للمملكة، وإن شاء الله نرجع ويمكن حققنا الكثير من هذا البلد العظيم. 35 طالبا وطالبة يمثلون الوطن من مرحلة ما قبل الجامعية يتنافسون مع 1,700 طالب من 70 دولة حول العالم، وتشارك فيه المملكة ممثلة بمؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع موهبة ووزارة التعليم.
خلال العام الماضي وفي آيسف 2023 حقق طلاب المملكة إنجازا تاريخيا غير مسبوق بحصولهم على 23 جائزة رئيسية وأربع جوائز خاصة في امتداد لسلسلة الإنجازات العملية في المسابقات الدولية التي تشارك فيها المملكة. حصيلة المملكة في معرض آيسف منذ بدء مشاركتها في عام 2007 بلغت إلى 133 جائزة، منها 92 جائزة كبرى و41 جائزة خاصة. طموح سعودي يتجدد في عام 2024 ليواصل مسيرة النجاح والتفوق على المستوى الدولي في مجال العلوم والهندسة، وبأمال كبيرة معلقة بأبناء المملكة الموهوبين. أما في المملكة فتنطلق اليوم الأحد الاختبارات الوطنية نافس للعام الثالث على التوالي في جميع مدارس المملكة للمرحلتين الابتدائية والمتوسطة، وبمشاركة أكثر من 1,100,000 طالب وطالبة يدرسون في أكثر من 20,000 مدرسة. تستهدف الاختبارات مجالي القراءة والرياضيات في الصف الثالث الابتدائي ومجالات الرياضيات والقراءة والعلوم في الصفين السادس الابتدائي والثالث المتوسط أيضا. التقى محافظ هيئة الحكومة الرقمية المهندس أحمد الصويان في المملكة المتحدة القيادات والمسؤولين في القطاعين العام والخاص لتعزيز أفاق التعاون بين المملكة والمملكة المتحدة في مجال الاقتصاد الرقمي والاطلاع على التجارب الدولية في مجال الحكومة الرقمية، وكذلك في المؤتمر السنوي 21 دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتم استعراض النموذج السعودي الرائد في التحول الرقمي. تشارك وحدات من القوات المسلحة في تمرين الأسد المتاهب 24 الذي تنفذ فعالياته في المملكة الأردنية الهاشمية خلال الفترة من 12 إلى 23 من مايو الحالي، إلى جانب قوات 31 دولة شقيقة وصديقة. يهدف التمرين إلى تبادل الخبرات والتدريب على تخطيط وتنفيذ العمليات المشتركة والدفاع الجوي الصاروخي، إلى جانب تنفيذ عمليات مكافحة الإرهاب والأمن البحري لمواجهة التهديدات الإقليمية. كشفت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان عن سبب ظهور حالات التسمم في مطعم هامبرغيني في مدينة الرياض مؤخرا، حيث أظهرت نتائج التحليل المخبرية عن وجود البكتيريا المسببة للتسمم الوشيجي في عينة من مادة المايونيز من ماركة بونتوم في منتجات المنشأة الغذائية. وأعلنت الوزارة إيقاف التوزيع لمنتج المايونيز هذا وسحبه من الأسواق والمنشآت الغذائية في جميع مدن المملكة، وإيقاف المصنع تمهيدا لتطبيق الإجراءات النظامية. كما سحبت الكميات المتبقية من هذا المنتج في المصنع في جميع التشغيلات وكل تواريخ الصلاحية، إضافة إلى إشعار جميع العملاء للمصنع من مطاعم ومنشآت غذائية بإتلاف ما لديهم من كميات هذا المايونيز. وبينت الوزارة مواصلة عمليات الرصد والتقصي والحملات الرقابية في جميع مناطق المملكة بما يضمن سلامة المنتجات الغذائية المقدمة للمستهلك. في الرياض تنطلق اليوم أعمال مؤتمر الصيدلة الدولية 24 الذي تنظمه الإدارة العامة للخدمات الطبية في وزارة الداخلية، بشعارها تشجيع الامتياز في الصيدلة عبر الذكاء الاصطناعي والتميز في التعليم، بمشاركة نخبة من المختصين في الجهات الأكاديمية والصحية. ويناقش المؤتمر تطبيقات ومستجدات الذكاء الاصطناعي في مجال الصيدلة وبرامج الدراسات العليا والتطوير المهني والتعليم المستمر في الصيدلة. أعلنت الشركة الوطنية للإسكان ومجموعة طلعت مصطفى السعودية وضع حجر أساس وبدء البيع لمشروع مدينة بنان في ضاحية الفرسان شمال شرق الرياض. تعد بنان مدينة سكنية ذكية متكاملة الخدمات تمتد على مساحة 10 ملايين متر مربعة، منها 40% مساحات خضراء شاسعة مفتوحة، وتوفر جودة حياة غير مسبوقة لأكثر من 120,000 ساكن. كما توفر أكثر من 27,000 وحدة سكنية من بين شقق وفلل لسكن العائلات في مساحات مختلفة
ومتنوعة. باستثمار يبلغ أكثر من 200 مليون ريال تم تدشين مصنع إنتاج شرائح البطاطس في شركة الجوف للتنمية الزراعية في بسيطة في منطقة الجوف، والذي تبلغ طاقته الإنتاجية أكثر من 35 ألف طن في المنتج النهائي للسوق المحلية. منشأة اقتصادية جديدة تحقق مستهدفات رؤية المملكة في الأمن الغذائي وتوطين الصناعات، افتتحت في منطقة الجوف عبر مصنع لإنتاج شرائح البطاطس الذي دشنه أمير المنطقة الأمير فيصل بن نواف بن عبد العزيز بمساحة تبلغ 60 ألف متر مربع، بهدف تحقيق 14% من استهلاك السوق السعودية. احنا جايبين آخر تقنيات عالمية في المصنع من عدة دول عالمية. المصنع يقع على مساحة حوالي 60 ألف متر مربع، والمصنع 90% منه مؤتمت، شغالين 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. والحمد لله بالرغم من أن المصنع بدأ قبل 3 شهور تشغيله التجاري، الآن منتجنا أصبح من أفضل المنتجات التي تقارع وتنافس المنتجات القادمة من الخارج. يعد هذا المصنع الأكبر من نوعه في طاقة المملكة الإنتاجية، ويغطي 5 محاور من محاور الاقتصاد الوطني في الأمن الغذائي والاستدامة وتوطين الصناعة وتعزيز المحتوى المحلي، إلى جانب الاستثمار بموارد المملكة الطبيعية. لقناة السعودية عبد الرحمن الإبراهيم، الجوف. رياضيا، حقق الهلال لقبه 19 بعد أن حسم لقب الدوري بفوزه على الحزم 4 أهداف مقابل هدف واحد ضمن منافسات الجولة 31 من دوري روشن لكرة القدم. وسينتظر الزعيم ميتروفيتش، 1-0 يا هلال، الهدف الأول لميتروفيتش. كلام الكابتن صالح، تعود الكرة مرة أخرى، بينية حلوة خطيرة لمصلحة الحزم، والكرة في الشباك، هدف حسم أول. جميل اللقطة، لسه أتكلم. أكيد صلاة جمهور والرابطة والقوة الزرقاء لا تكون بالتشجيع في هذه الوضعية، وهذا أمر طبيعي. كرة بالخطأ وإلى مالكوم، تمريرة الرد إلى سافيج، كرة خطيرة وميتر. الله 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 الله، فما لك كرة بينية لكنها لا تكتمل، سيرجي سعد. الله 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 شنايدر ليعلن رسميا الهلال بطلا لدوري روشن السعودي في هذا الموسم. مبروك يا زعيم، مبروك يا هلال، الزعيم يتوج باللقب 19 في تاريخه على مستوى الدوري السعودي الممتاز في يوم تاريخي هذا المساء. كان في نشرتنا هذا: الأمن العام يحذر من الإعلانات المضللة لأداء الحج في مواقع التواصل. أكثر من 1 مليون طالب وطالبة يؤدون اختبارات نافس اليوم. انطلاق مؤتمر الصيدلة الدولي 24 في الرياض. ابقوا في سلام ووئام، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.